سي حسن مره اخرى وضعت الثقه في جدار، علاش هذا الاختيار تاع الاسم مره اخرى؟ اولا ما كاينش منافس من غير هو عنده الاغلبيه النسبيه تقريبا 8 المقاعد وانا عندي 4، اذا طما كان خصني نمشي معاه، ما عنديش شي حاجه اخرى. وتما بحكم التجربه والعلاقه اللي كانت ديال سنوات، اللهم انا اللي تعرفوا اللي ما تعرفش، هذا هو علاش حنا مشينا. وتيمنا حنا كاين واحد عده المشاريع كانت دارت قبل وجينا ان شاء الله باش نكملوها، علاش لا؟ مجموعه كما كنت مجموعه من المشاريع اللي عرفتها بالمسيك اللي باقا موقفه، واش في الخطه ديالكم في البرنامج ديالكم استكمال هذه المشاريع؟ ان شاء الله حنا النيه ديالنا هي هذه، واحد عده المشاريع كانت واقفه اللي مساهمه فيها مجلس العماله ومجلس المدينه ومجلس الجهه، ان شاء الله حنا جينا باش نكملوا ما تبقى ونعاود نشدوا شي حاجه اخرى جديده. اذا ما يمكنش ما نخلوش البصمات ديالنا في هاد 50 ان شاء الله طول العمر. واش نقدروا نقولوا بان عماله مقاطعه بومسيك محظوظه؟ علاش؟ لان العمده من سباته، ايضا نائب العمده ايضا من سي جودار من بومسيك، وانت ايضا كاتب المجلس مجلس عمل الدار البيضاء. دائما بومسيك بالحق محظوظه ماشي غير هذا المجلس، لان قبل كان تيقولوا كان سي سجيد والسي جودار معاه وحنا كنا معاه، ولكن دائما بقات الاراده اللي هي حسنه، حنا دائما خصنا نبقى نجرو من اجل بومسيك. وتنتمنى جميع المستشار على المنتخب على مستوى مدينه الدار البيضاء كله يجري على المنطقه ديالو، لان يستحيل تكون رئيس او لا منتخب ولا كما يكون معك وما تخليش البصمات ديالك في المقاطع ديال التلنتا. انا هذا هو الشعار ديالي، انا جيت هنا باش ندير البصمه ديالي، درناها ونعاود نزيدو ان شاء الله من جديد. اليوم تم تجديد الثقه في سي محمد جودار لترأس مقاطعه بنمسيك، وذلك في اطار استمراريه الديناميكيه التي شهدتها مقاطعه بنمسيك للولايه الثالثه على التوالي، في اطار اكتمال الاوراش المفتوحه وفي اطار الاستمراريه للعمل الذي بدا منذ 2009. اش الوعود اللي تقدر تقدمه الان للمواطن في بنمسيك؟ اولا من المعلوم ان بنمسيك واحد المنطقه اللي هي يعني فيها مجموعه من الفرص، صحيح ان كتعرف كتشهد صغر المساحه، ولكن هناك اصلاحات اوراش اللي مفتوحه اليوم في بنمسيك وخاص يتم الاستكمال ديالها، ومن طبيعه الحال في اطار الديناميه اللي غادي تعرفها جامعه الدار البيضاء وجهه الدار البيضاء سطات، باش تكون واحد الالتقائيه في البرامج من اجل يعني تحقيق الاهداف اللي منها من طبيعه الحال اساسا هي تحسين الوضعيه المعيشيه للساكنه، بالاضافه الى يعني المسائل اللي كتحرص المقاطعه على تقديمها من خدمات القرب، يعني النظافه، الاناره، تبليط الازقه والشوارع. ولكن اليوم ايضا ما نطبي المقاطعات والجماعه القيام بدور تنموي في اطار النموذج التنموي الجديد اللي خاص المقاطعات هما كجماعه ترابيه خصهم الانخراط فيه.